رمضان موسم العبادة والتوبة إلى الله، وهو الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في كتاب الله، حتى قال العلماء رمضان عيد الإسلام، ومنزلته الرفيعة بفضل القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فإذا كانت تلاوته واجبة في كل وقت فإنها أوجب في رمضان، فعلى العبد تكريس جل اهتمامه به قراءة وفهما وتدبرا وحبا. اعتنى الصحابة والصالحون بتلاوة الذكر الحكيم في الشهر المبارك، فجعلوا لكل 10 أيام ختمة، وقيل منهم من ختمه في 3. في رمضان يجتمع الصوم والقرآن، فتدرك المؤمن شفاعتان، وهي مكرمة لا تنال في غيره. وتلاوة القرآن من أحب الأعمال إلى الله، فكما أن الدعاء خطاب العبد لربه، فالقرآن خطاب الرب لعبده، تشد قراءته الحبل بين المؤمن ومولاه سبحانه، فتصبح آياته نورا وهداية. ويلفت العلماء إلى معنى جميل نفيس: كل أشهر السنة لختم القرآن، ورمضان للعيش معه. وقد وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن بأعذب الكلام: ربيع القلوب ونور الأبصار وجلاء الأحزان. فأي عاقل يهجر ربيعا يزهر به قلبه ولا يغتنمه في شهر الطاعات؟ اقرأوا القرآن وافهموا معانيه وتدبروه واختموه. عيشوا معه وبه وله، وأكرموا ضيفا مباركا قريب رحيله.